الصحافه عموما في هذه اللحظه اللي ظهرت في المغرب مرتبطه بالاستعمار، لان قولوها لان الصحافه جات من فحال الروايه من المسرح من الغرب من اوروبا اساسا. يمكن الى قلنا احنا مثلا ملي كنهضروا على المسرح كان عندنا اشكال فرجويه ما قبل المسرح بالصيغه ديالو الغربيه. نعم حتى الصحافه كانت حنا عندنا اشكال صحفيه بطريقتنا، مثلا كان الرقاص، كان البراح، البراح في حال الصحافه الاقتصاديه ممكن البراح كيلعب هذا الدور في الاخبار هو في السوق مثلا. كان المنابر مثلا المساجد فيها كنقولوا هي الصفحات اللي فيها مثلا الوعظ والارشاد، فيها ما هو اجتماعي، وكان هذه الامور. ثم كانت الزوايا، الزوايا حتى هي كانت مصدر من مصادر الخبر، كتشيع الخبر بين الناس الى اخره. كانت هذه اشكال الاخبار، ماشي كنا في العدم، ولكن بالشكل ديالها نكونوا واضحين. الامانه العلميه، الصحافه اساسا الصحافه المكتوبه جاتنا من الغرب مع الإرهاصة الأولى للاستعمار في إطار البعثة التبشيرية إلى المغرب، وكانت طنجة الخصوصية اللي كانت عندها كمنطقة دبلوماسية وعاصمة دبلوماسية المغرب، والتواجد مختلف الجنسيات كانوا آنذاك الدول الأوروبية أساسا كانت تقريبا جاليات متغولة عنها. دابا قابل للحماية، هادشي في النصف الثاني للقرن الثامن عشر، القرن التاسع عشر عفوا، تقريبا كل هاد الجاليات كان عندها صحافة، وأساسا الفرنسيين والإنجليزيين والإسبانيين. من هذه المرحلة حتجي بعد الحماية غتظهر جنس صحفي آخر اللي هو تا هو مرتبط بما هو سياسي. الصحافه كانت هي صنم السياسه، وهادشي العلاقه الجدليه كانت قائمه، اللي هي ما يعرف بالصحافه ديال المطالبه بالاستقلال. وهالقوه على ظروف جرائد في طنجه كثيره جدا، فيها اليومي، فيها الاسبوعي، فيها المجلات الى اخره، يمكن حتى ظهرت العالم حتى الصور. قامت الصحافه كذلك بدور مهم في الاستقلال. بعد الاستقلال ولو ان طنجه ما بقاش عندها الوقت الدولي، استمرت الجاليات عايشه في طنجه، وسبقت الصحافه الى تقريبا الستينات. الستينات هذه الفتره، هذه الستينات حتى السبعينات والثمانينات، كاين شي منجز كبير في الصحافه طنجه على مستوى طنجه. علاش؟ لان كان الجرائد الوطنيه حاضره في طنجه، كاين مراسلين، كاين مكتب ولا جوج. ثم كان ظهرت الإذاعة، إذاعة طنجة أساسا. هنا هذه الفترة هذه ما كانتش موز ظاهرة اعتباري خاص، ولكن الثمانينات التسعينات كانت فورة ديال الجرائد في طنجة، حيت هذه دابا كنهضر على هذه المسألة اللي عشناها داخل. حيت منتصف التسعينات كان 30 جريدة كتنشر في طنجة، 30 كاين اللي كتكون في مثلا في واحد النهار أو في واحد الأسبوع، إلا حسيتي الجرائد المحلية كانت في طنجة تم 30 جزء. ولكن كتبقى الجرائد اللي كانت أسبوعية ويمكن منتظمة. أنا ما غاديش نعمل تقييم، لأن هذه القراءة التاريخية الأخلاقية ما نعملوش تقييم أو تصنيف، حنا كنهضرو على الموجود الظاهر. كانت مثلا جريدة طنجة اللي يقال انها مازال من 1904، وان كان انا ما كنجبرش في المصادر، يمكن على حسب اطلاعي جميع المصادر اللي قريت ما فيهاش جريدة طنجة. يقال انها تأتي من ديارو ديال ماروك، لكن هذاك سياق اخر وجريدة اخرى. جريدة طنجة فيها دابا تأسست 1904، ولكن انا شخصيا ما عنديش هذا المصدر، ما عمري صادفته ولا قريت شي بحث في هذا المجال. اللي عندي هو ان في الستينات غتنتقل الملكيه ديالها للمغرب، حتى وصلت عند الزميل عبد الحق الخات، وهي مستمره فعلا على الاقل من الستينات الى اليوم، هي منتظمه واضحه.
الجريدات اللي كتخرج كل اسبوع. طبعا باش ما نرجعش للكلام اللي قال السي محمد بان الله تعالى لمعه تاريخيه مستفيضه، لكن اللي مهم في الكلام ديال السي محمد هو ان الموضوع ديال التحول والتغير اللي وقع في الصحافه في المغرب، وهذا ربما غادي يخلينا نبداو واحد المجموعه ديال النقط اذا ساعدنا الوقت، ولكن بوجهاله لان طبعا كانت هناك مراحل اللي ترجعت فيها الصحافه الحزبيه وظهرت فيها الصحافه المستقله، وطبعا من بدات تقريبا كما نقول ربما التراجع، يمكن نسميوها تراجع، يمكن الناس ديال الميدان عندهم راي اخر في هذا المصطلح، هذا تراجع ديال الاعلام المغربي. ولكن اللي بغيت نشير ليه في البدايه انا هو علاش، هو سؤال علاش دائما كنربطوا الصحافه بنقل الخبر. لان يعني نرجع للتاريخ، الصحافه دائما كان الوجود ديالها مقترن بواحد التوجه معين. الان كنتكلموا على الصحافه الموجهه، هذا ربما شائع في واقع التواصل الاجتماعي، وكيعتبروه الناس ربما قذف او معيور الصحافه، الصحافه الموجهه. والصحافه دائما كانت موجهه، نهار اللي نشات الصحافه وهي موجهه، اما انها موجهه لتيار ايديولوجي معين او لتيار سياسي معين. حتى الظهور ديال الصحافه في المغرب في البدايه ديال القرن 19، وانا متفق مع السي محمد على ان فعلا في النصف الاول ديال القرن 19 ظهرت الصحافه في المغرب، وكانت الصحافه ديال تابعه للانظمه الاستعماريه اللي ما حدث الطريق امام الزحمه الاستعماريه نحو المنطقه ديال الشمال افريقيا المغرب بصفه خاصه. كانت هذه الصحافه تحاول ان تفتح المجال او توجه الوعي ديال المغاربه او توجه الانظار ديالهم الى ربما المميزات ديال المستعمر، ربما شنو المستعمر يمكن يطفي الى غير ذلك. نهار ظهرت الصحافه الوطنيه حتى هي جات بتوجه معين، حتى هي جات بتوجه عبر العام الوطني الى ضروره الى صح التعبير الانتفاضه ضد المستعمر، او ضروره يعني القيام بالاعمال ديال المقاومه ضد الاستعمار. الصحافه الحزبيه ايضا منذ الاربعينيات القرن الماضي مع ظهور الاولى الجرائد في المغرب الحزبيه، جريده العالم على سبيل المثال، حتى هي جات بنفس المنوال، جات بنفس التوجه، جات الصحافه بواحد التوجه معين، وجات باش توجه ايضا الراي العام بواحد التوجه معين. للاسف التوجه هذا كان توجه محمود، لان الاهداف ديالو كانت محموده، والاهداف ديالو ربما كانوا كيشاركوا فيها يعني المغاربه كامل، لكن الان كاين توجه من نوع اخر. الان الصحافه يعني التوجه ديال الخط التحريري ديالها كتفرض واحد المجموعه ديال المعايير، باقا السي محمد كتفرضوا الشكر، كيفرضوا الداعمين، كيفرضوا الانتماء سواء الانتماء السياسي او الانتماء الايديولوجي الى غير ذلك. هذا هو ربما الاشكال او ربما النقطه اللي يمكن ان الانسان يناقش فيها ويحاول انه يوضع الملاحظات ديالو. دائما واحد مجموعه الملاحظات ديال واحد الرسام كاريكاتير عاش بالقرب من مهنة الصحافه لمده تزيد عن عامين سواء محليه او وطنيه، ممكن نقولوا في البدايه هو ان انا غادي نتكلم شويه على الكاريكاتير، وغادي نتكلم شويه على الوضع ديال الصحافه في المغرب. الالحاق ديال رسم الكاريكاتير بالصحافه في اوروبا اللي بدا هذه واحد المده ديال اكثر من 250 عام، كان الهدف ديالو استعمال رسم الكاريكاتير باعتباره واحد السلاح مهم من اجل الاستعانه بهذاك الرسام، الاستعانه بهذيك الماده الكاريكاتوريه اللي هي قويه اللي هي سلاح، من اجل يعني ممكن نقولوا مراقبه هذاك السيد اللي خدم في الشارع. وهذه المساله هذه كانت كتعبر على التوجه اللي كانت كتعرف الصحافه انذاك في اوروبا. فيبدو انه في ذاك الوقت
كان الصحافة الهدف ديالها هو تخدم واحد الدور رقابي، إذا بغينا نقولوا على الشأن العام وعلى كل من يستغل في الشأن العام. ولذلك أوروبا انطلاقا من هذا المفهوم هذا لا في أوروبا ولا في الميريكان سميت الصحافة بالسلطة الرابعة، حتى أنه بهذا المفهوم هذا يمكن أن نقوله على أن الصحافة كانت بمثابة ما يسمى بالسيف ديموقليس، يعني هذاك السيف اللي كيكون مسلط فوق الرؤوس ديال هذاك الشخص اللي خدام في الشخصية العمومية اللي خدامة في الشأن. وهذا المفهوم هذا ديال الصحافة يبدو أنه تغير كثيرا. السؤال واش عندنا هذا المفهوم هذا؟ هذا المفهوم اليوم اللي كيتسمى في الأدبيات ديال المنظمات العالمية الصحافة الحرة، لأنه الصحافة في المغرب موجودة من ناحية الكم، كل أسبوع تقريبا كيظهر موقع وكل أسبوع كيظهر قرزين وكل ساعة تقريبا أحيانا مابقيناش كنعرفو، يعني أحيانا عند البريس كيطلع لك الحوايج ديال المواقع ديال، ولكن السؤال هو واش كاينة صحافة حرة؟ هذا سؤال أنا